السلام عليكم متابعينا الكرام. نبات التراديسكيا يعتبر من أجمل العصريات التي تظهر في هذا الوقت من العام فترة الصيف، وتعطينا هذه الأزهار الجميلة. لاحظ هذه الأزهار الجميلة وهذا لون الأوراق، ما شاء الله تبارك الله، دائما وأبدا أوراق وأزهار جميلة جدا طوال فترة الصيف. لاحظ هذه النموات. الآن هذا النبات وبسبب توفر الظروف الملائمة للنمو، ولاحظ أنه بدأ بإعطاء الكثير من النبوات. لاحظ داخل الإصيص الكثير من هذه النموات، نموات كثيفة، لذلك حتى نعطيه مجال ونفسح له المجال كي ينمو بشكل جيد وبشكل سريع، سنقوم الآن بنقل وفصل هذه النباتات عن بعضها البعض. ووقع الاختيار على هذا الإصيص الذي سأقوم بفصل النباتات عنه. لاحظ كل هذه النموات، أكثر من نمو، لذلك كل واحدة إن شاء الله سنضعها داخل الصيص منفصل. تابعوا معنا هذه العملية. وضعت النبات داخل المكان المخصص لعملية النقل وكل إجراءات الزراعية. هذا هو النبات وهذه الأسس التي سيتم نقل النبات إليها. نقوم في البداية بملء هذه الأسس بالتربة الزراعية، تربة البيتموس متوفرة لدينا دائما. نقوم بملء الصيص إلى آخره تقريبا بهذه الطريقة. الآن يوجد طريقتين لعملية النقل أو الفصل عن النبات الأم، ذلك بكسر هذا النبات وأخذ عن النبات الأم وزرعته مباشرة داخل الإصيص، ولكن الطريقة الأخرى وهي الأفضل هو قلب هذا الإصيص وفصل كل النباتات بجذورها من الإصيص الأم وتوزيعها على هذه الأصوص بالتساوي. سأقوم بتنفيذ العملية بالطريقة الثانية، شاهدوا معنا. نقلب النبات بهذا الشكل، تكون الجذور بهذا الشكل الجميل سبحان الله دائما وأبدا. بعد ذلك يمكن فصل كل هذه النباتات عن نبات الأم بهذه الطريقة. هذا هو نبات منفصل بشكل كامل، نضعه الآن هان. وهذا النبات الثاني نضعه أيضا داخل الإصيص. يبقى هذا النبات وهذا النباتين، ممكن نضعه في إصيص آخر منفصل أو على الإصيص الأم بهذا الشكل. يمكن التخلص من كل الجذور الزائدة ولا يؤثر على النبات. كل الجذور الزائدة نتخلص منها، يعنينا فقط هذا الجذر الخارج من النبات. نضع المزيد من التربة، تربة البيتموس بشكل جيد، ونضع داخلها النبات بهذه الطريقة. نقوم بوضع التربة على جذور النبات. في النهاية وبعد الانتهاء من عملية النقل أصبحت النباتات بهذا الشكل كما ترون. الآن أصبح هناك أريحية لعملية نمو الجذور بشكل جيد وتطور النبات. بقي الآن فقط عملية الري وبشكل بسيط كما كل النباتات التي نقوم بنقلها. في نهاية هذا الفيديو، إذا استفدت بمعلومة جديدة يسعدني الانضمام إلى القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد. كان معكم المهندس ملك أبو هربيد من قناة علم الزراعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.